السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا مع المجلس الأول من مجالس رمضان، ومع الشرح من بداية المجلد الأول من كتاب النحو. وكتاب النحو كما تعلمون مكون من أربعة مجلدات جمعت فيها خبرة التدريس لأكثر من 150 دفعة لطلاب من أكثر من 135 دولة. خلاصة خبراتي موجودة في هذا الكتاب في 4 مجلدات، وموجود الآن بفضل الله تعالى في أوروبا كاملة وأمريكا وكندا وغالبية الدول العربية وغالبية دول جنوب شرق آسيا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له القبول والانتشار. هذا الكتاب يعني له بركات، أول كتاب نحوي في الدنيا تنفد الطبعة الأولى منه في 6 أيام، في 6 أيام نفدت الطبعة الأولى. وفيه تقريبا راح فين الكتاب وفيه تقريبا 15 يوما نفدت الطبعة الثانية، والآن بقيت الطبعة الثالثة حاليا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له القبول والانتشار. نبدأ معا إن شاء الله من المجلد الأول ومن المقدمة. في هذه المقدمة أقول فيها: الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله الذي اصطفى وعلى آله وأصحابه المستكملين الشرف. أما بعد، فإنني مثلك عزيز القارئ، قد درست الكثير من كتب النحو العربي عندما كنت في بداية طريقي لطلب العلم، فدرست الأجرومية وحفظتها، ودرست الألفية وحفظتها، ودرست العديد من شروحاتها، ودرست الكثير والكثير من كتب النحو. ولكن أثناء اندماجي في دراسة النحو بهذه الطريقة، حاولت إعراب آيات من القرآن الكريم فوقفت وقتها عاجزا، ولم أستطع الإعراب الكامل على الرغم من دراسة متون النحو وشروحاتها. ومن هنا اكتشفت الثغرة التي عند الكثير من دارس النحو العربي منذ زمن، ألا وهي أن النحو علم تطبيقي في المقام الأول وليس علما نظريا. فاحفظ ما شئت من المتون النحوية وادرس ما شئت من شروحاتها، ولكن عند التطبيق العملي فقد لا تستطيع الإعراب المفصل لسورة من القرآن الكريم. وليست المشكلة فيك عزيز القارئ، ولكن المشكلة حقيقة أنك لم تدرس النحو بطريقة تطبيقية من القرآن الكريم توصلك إلى امتلاك المهارة الإعرابية. هل الصوت جيد أو أنكم تشعرون بأن فيه بحة صوت أو شيء من هذا القبيل؟ يعني لأن كما قلت لكم أنا صوتي مريض أصلا يعني. وخلال 10 سنوات حاولت فيها جمع النحو بطريقة مختلفة وإعادة تبويب فصوله ومباحثه بما يلائم امتلاك المهارة الإعرابية لطالب العلم. وقد أنفقت من أجل تحقيق هذا الهدف الوقت والجهد والمال، وقد درست خلال هذه السنوات هذا المنهج المميز لأكثر من 150 دفعة نحوية لطلاب من أكثر من 135 دولة، في دوراتنا التدريبية على أرض الواقع أو من خلال منصتنا الإلكترونية. وقد وصل كل من التزم بهذا المنهج إلى درجة احتراف الإعراب وامتلاك المهارة الإعرابية وإعراب سور كاملة من القرآن الكريم بفضل الله تعالى. وقد ألفت بفضل الله تعالى كثيرا من الكتب قبل هذا الكتاب الذي بين يديك الآن،
وشرحت هذه الكتب كلها، كل كتاب شرحته في دورة مستقلة، وسجلت الشرح لصالح أكاديمية مكاوي للتدريب اللغوي شرحا مسجلا بالكامل على سبورة إلكترونية بالفيديو. ولعل أهم هذه المؤلفات كتاب الإعراب المفصل لجزء عامة، وهو مطبوع في 650 صفحة. هذا الكتاب هو الكتاب الثاني. وكتاب شرح أنواع الجمل التي لا محل من الإعراب والتي لا محل لها من الإعراب، كتاب التدقيق الإملائي والأخطاء الإملائية الشائعة وعلامات الترقيم، كتاب الإعراب المفصل لجزء تبارك، كتاب الإعراب المفصل لسورة مريم، كتاب الإعراب المفصل لسورة القمر، كتاب شرح حروف المعاني في القرآن الكريم، هذا في 880 صفحة، كتاب المشتركات في حروف المعاني، كتاب شرح حروف المعاني الثابتة ودلالاتها، كتاب شرح الأفعال في القرآن الكريم، كتاب شرح الأساليب النحوية، كتاب شرح الجملة الاسمية المنسوخة وغير المنسوخة، إلى غير ذلك من هذه الكتب المباركة. وكل هذه الكتب ما زالت إلكترونية، لم تطبع ورقيا بعد، وجاري التجهيز لطباعتها، والذي طبع منها فقط الإعراب المفصل لجزء عامة وكتاب النحو الذي في 4 مجلدات والذي بين يديك الآن. وقد خاطبني الكثير من طلاب العلم حول العالم أنهم يريدون كتابا يختصر هذه الكتب ويوضح المهم منها، ويكون نواة لتكوين طالب علم نحوي يمتلك مهارة الإعراب، ويستفيد منه المبتدئ والمتوسط والمتقدم أي المتخصص. فبدأت في التأليف منذ 10 سنوات، واستغرق الأمر ما شاء الله قرابة 10 سنوات يعني، إلى أن وصل إلى هذه الطريقة التي هي أمامك الآن. وأردت أن يطبع الكتاب بالألوان، وأن يكون مشتملا على الجداول الملخصة والمعادلات الواضحة التي تساهم في تنمية مهارات الإعراب حتى يستفيد القارئ ولا يشعر بالملل. هذا الكتاب حقيقة يعني، أنا عندي في مكتبتي تقريبا كل كتاب نحوي في القديم والحديث، ما في كتاب اسمه كتاب نحو أو كتاب نحو كذا أو كتاب يتكلم عن النحو إلا وهو عندي. وأنا قرأت في كل هذه الكتب، وفي الأخير وجدت كل كتاب يتميز بشيء ما. فمثلا كتاب يتميز بجودة المادة العلمية ولكن الإخراج فيه سيء جدا والورق فيه سيء جدا وليست فيه جداول ملخصة، وكتاب يكون جيدا جدا ولكنه للمتخصصين. ننظر إلى كتاب آخر تميز بجودة الطباعة وجودة الورق وجودة كل شيء، لكنه لا يغنيك ولا يعلمك نحوا، إنما يعني ستبذل جهدا كبيرا جدا في تحصيل العلم منه. الخلاصة أنني في هذا الكتاب وضعت نفسي مكان القارئ. يعني وضعت نفسي مكان القارئ، ماذا يريد القارئ؟ أولا يريد كتابا يعمر معه، فبفضل الله تعالى يعني قمنا بإخراجه بأفضل جودة في مصر، يعني في أعلى منه طبعا بكثير خارج مصر، لكن هذا بأفضل جودة في مصر. وجعلنا نوعية الورق الأصفر لأنه هو الذي يريح العين. أنا يعني باعتبار أنني يعني عندي نظارة وكذا فنظري ضعيف، فأنا الورق الأبيض يتعب جدا عيني، لكن الورق الأصفر يعني يكون مريحا جدا للبصر. ثم بعد ذلك ماذا يريد القارئ؟
يريد القارئ يعني أن تكون الكتابة الداخلية واضحة وليس كتابة مصغرة، كل فقرة من الفقرات واضحة، وهذا ما صنعناه بفضل الله تعالى. الكتابة واضحة وبارزة بشكل عظيم جدا في هذا الكتاب. ثم قمنا بعملي بالألوان لكي يساعدك في معرفة الأمور المهمة التي من المفترض أن تركز عليها. وهذا الكتاب مليء بالجداول الملخصة والمعادلات الواضحة التي تساهم في تنمية مهارة الإعراب. ثم التطبيقات، هذا الكتاب اشتمل على أكثر من 5000 تطبيق من القرآن الكريم ومن غيره، وأكثر هذه التطبيقات مجاب عنها. فتخيل أنك تغوص في أعماق النحو ومعك 5000 تطبيق. ثم هذا الكتاب وضعت لكم معلومات واضحة كاملة شافية، وليس مجرد يعني أنني وضعت لكم بعض المعلومات وأقول لكم طيب الذي يريد بعضا من المعلومات الأخرى فليأتي إلى دوراتنا التدريبية ويسدد رسوما وكذا، بل وضعنا لكم محتوى عدة دورات. دورة النحو الوظيفي التي هي في الأكاديمية ب$180، يعني بما يعادل بالمصري 5600 جنيه مصري. المادة العلمية الموجودة في دورة النحو الوظيفي كاملة موجودة في كتاب النحو هذا، في كتاب النحو. طب ما الذي يجعلك تفعل ذلك؟ لأننا إذا وضعنا كتابا نحويا فلا بد وأن نضع كتابا بما يرضي الله عز وجل، وليس أن نضع معلومات مقصوصة أو أن نضع معلومات كثيرة 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 حتى نجمع من كل حدب وصوب، وفي الأخير لا يستطيع الدارس أن يجمع كل هذه المعلومات. لا، كل معلومة وضعت بطريقة محكمة، القاعدة، وبعد القاعدة يوجد تطبيقات عليها ويوجد ملاحظات إلى غير ذلك وجداول ملخصة إلى أن تتشرب القاعدة. طبعا من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه أكيد. يعني هل هذا الكتاب يحتاج إلى شارح؟ إذا كانت عندك خلفية نحوية سابقة فقد لا تحتاج إلى شارح، ولكن إن كنت من المبتدئين أو من المتوسطين فقد تحتاج إلى شرح ما يشكل عليك في هذا الكتاب. طيب ما الذي يميز هذا الكتاب؟ التبويب الذي يرتب ذهن القارئ. نادرا ما نجد كتابا نحويا معاصرا تكلم عن حروف المعاني، نادرا ما نجد ذلك. قديما كانوا يولون أو يتكلمون عن حروف المعاني بطريقة رائعة، لأنهم يعلمون بأن حروف المعاني مفتاح من مفاتيح النحو العربي. لذلك أنا تكلمت عن حروف المعاني في الكتاب في 350 صفحة في المجلد الأول. تخيل 350 صفحة، يعني عدد بعض الكتب النحوية مكونة من 400 صفحة أصلا. 350 صفحة تتكلم عن حروف المعاني. بعدها الأفعال، بعدها تكلمنا عن مفاتيح الأسماء المبنية، بعدها تكلمنا عن علامات الإعراب الأصلية والفرعية للأسماء، بعدها تكلمنا عن مجرورات الأسماء، منصوبات الأسماء، مرفوعات الأسماء. في الباب الخامس تكلمت عن الجملة الاسمية المنسوخة والجملة الاسمية غير المنسوخة، وفي الباب الأخير تكلمت فيه عن باب أنواع الجمل التي لا محل من الإعراب والتي لا محل لها من الإعراب. هذا التبويب يرتب ذهن القارئ ولا يشتته. فحروف المعاني من المهم أن تدرس قبل دراسة أي باب نحوي آخر، لأن من المفاتيح لدراسة النحو. ثم دراسة الجملة الفعلية
من خلال دراسة الفعل فالفاعل ونائب الفاعل فمتممات الجملة الفعلية من أشباه الجمل الجار والمجرور والظرف والمضاف إليه والمتممات المنصوبة المفاعيل الخمسة وأشباه المفاعيل، وهذا ما تم في أول ثلاثة أبواب. بعد ذلك يأتي وقت دراسة التوابع، أفردت بابا كاملا لدراسة التوابع. من هنا حضر دورة التوابع لدراسة كل ما يتعلق بالتوابع في النحو العربي؟ بعد ذلك درسنا الجملة الاسمية المنسوخة وغير المنسوخة والحديث عنها باستفاضة، ويأتي بعد ذلك دور أنواع الجمل والتطبيق على سورتين كاملتين من القرآن الكريم، سورة النبأ وسورة النصر. أريد أن أعطيك سرا من الأسرار. في الباب السادس شرحت أنواع الجمل التي لها محل من الإعراب والتي لا محل لها من الإعراب، وهذا الباب لخصته لك من كتابي شرح أنواع الجمل في 500 صفحة. في الباب الخامس شرحت الجملة الاسمية المنسوخة وغير المنسوخة، وأنا لخصت لك الباب الخامس من كتابي شرح الجملة الاسمية المنسوخة وغير المنسوخة. جمع هذا الكتاب أهم القواعد النحوية التي تصل بالدارس إلى امتلاك المهارات الإعرابية. التطبيق على كل جزئية من القرآن الكريم إن كان في القرآن تطبيق عليها، وإن لم يكن في القرآن تطبيق عليها فإننا ننشئ جملا ونقوم بالتطبيق والإعراب عليها. فالقرآن فيه بركة عظيمة، وبسبب هذا المنهج أتقن كثير من طلابنا علم النحو، وقد وصلت التطبيقات الإعرابية من القرآن الكريم إلى أكثر من 5000 تطبيق في إجمالي هذه الأبواب. كان الهدف من هذا الكتاب أن يكون مؤلفاً وفقاً لمنهجية النحو التعليم، يعني أنت تتعلم وأنت تقرأ وليس أنك تقرأ فقط، بحيث يتعلم القارئ يومياً ما يفيده ويكسبه المهارة. قسمت الكتاب إلى مقدمة، وهذه المقدمة قسمتها إلى مقدمات نحوية مهمة. المقدمة الأولى وفيها طرق دراسة علم النحو، المقدمة الثانية مهارة التفكيك، المقدمة الثالثة مهارة التصنيف. ثم الباب الأول حروف المعاني الثابتة والمشتركة والعاملة. تكلمت في الفصل الأول عن مقدمات لفهم حروف المعاني، خريطة البناء والإعراب في النحو العربي، أنواع الحروف في اللغة العربية، حروف المباني وحروف المعاني، قواعد أساسية لفهم حروف المعاني، كم عدد حروف المعاني، ما القاعدة العامة لطريقة إعراب حروف المعاني، ما علامات بناء حروف المعاني، كيفية التخلص من التقاء الساكنين في حروف المعاني، ما معنى عبارة لا محل له من الإعراب. ما أنواع حروف المعاني؟ أنواع حروف المعاني الأحادية والثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية، الحروف العاملة والعاطلة، الحروف الثابتة والمتغيرة والمشتركة،
رابعا مهارة استخراج حروف المعاني سورة الحجرات نموذجا. إطلالة سريعة على أنواع حروف المعاني من سورة الحجرات. جدول حروف المعاني وفقا للتقسيمة الثلاثية من سورة الحجرات كلها. الفصل الثاني تكلمت فيه عن حروف المعاني الثابتة. الفصل الثالث تكلمت فيه عن الكلمات المشتركة. ما الفرق بين إذا الاسمية وإذا الحرفية؟ ما الفرق بين إلى الاسمية وإلى الحرفية؟ متى تكون على اسما ومتى تكون حرفا؟ الفرق بين عن الاسمية وعن الحرفية. الفرق بين مذ ومنذ الاسميتين والحرفيتين. الفرق بين نا الاسمية ونا الحرفية. الفرق بين ياء المتكلم الاسمية والحرفية. الفرق بين إذا الاسمية أو إذ الاسمية وإذ الحرفية. الفرق بين الألف الاسمية والألف الحرفية. الفرق بين التاء الاسمية والتاء الحرفية. الفرق بين الكاف الاسمية والكاف الحرفية. الفرق بين لما الاسمية ولما الحرفية. الفرق بين النون الاسمية والنون الحرفية. الفرق بين الهاء الاسمية والهاء الحرفية. الفرق بين هاء الاسمية وهاء الحرفية. متى تكون هذه الكلمات من الأفعال ومتى تكون من الحروف؟ عدا وخلا وحاشا. ما الفرق بين إن وأن، بين الفعلية والحرفية؟ حروف المعاني العاملة. تطبيقات حروف المعاني العاملة. الباب الثاني دراسة الأفعال، قسمت إلى تمهيد وأربعة فصول. الفصل الأول دراسة سباعية الفعل الماضي. الفصل الثاني دراسة الفعل المضارع. الفصل الثالث دراسة فعل الأمر. الفصل الرابع دراسة مصطلحات الأفعال. الباب الثالث تكلمت فيه عن الأسماء المعربة، ومهدت تمهيدا عن خريطة الأسماء المبنية ومفاتيح دراستها. الفصل الأول تكلمت فيه عن الاسم المفرد المنصرف والمثنى وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والممنوع من الصرف. والفصل الثاني تكلمت فيه عن الاسم المجرور بحرف الجر والاسم المجرور بالإضافة، وطبقنا تطبيقات عملية على سورة مريم. ثم الفصل الثالث تكلمت فيه عن المفاعيل الخمسة، المفعول به ومعه وفيه ولأجله والمطلق، وأشباه المفاعيل المستثنى والمنادى والتمييز والحال. تكلمت عن الفاعل ونائب الفاعل في الفصل الرابع. ثم في الباب الرابع تكلمت فيه عن دراسة التوابع، النعت السببي والحقيقي، أنواع البدل، التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي. تكلمت عن عطف النسق وحروف العطف بأنواعها. الباب الخامس تكلمت فيه عن الجملة الاسمية المنسوخة وغير المنسوخة. تكلمت عن ثوابت المبتدأ. تكلمت عن أنواع الخبر. تكلمت عن النواسخ الفعلية، كل ما يتعلق بكان وأخواتها وكاد وأخواتها وظن وأخواتها. وتكلمت عن النواسخ الحرفية، كل ما يتعلق بإن وأخواتها ولنا فيها للجنس والأحرف المشبهة ليس. ختاما الباب السادس الجمل التي لا محل من الإعراب والتي لا محل لها من الإعراب، وقسمته ثلاثة فصول. الفصل الأول شرحت فيه بالتفصيل عن الجمل التي لا محل لها من الإعراب. الفصل الثاني شرحت فيه بالتفصيل عن الجمل التي لها محل من الإعراب. أما الفصل الثالث فتكلمت فيه عن أنواع الجمل كاملة من سورة البروج إلى سورة الضحى، ليكون بمنزلة التطبيق العملي الواضح على سور من القرآن الكريم. ثم ملحق فيه إعراب مفصل لسورتي النبأ والنصر.
فما رأيكم في هذه الموسوعة الماتعة التي أسأل الله سبحانه وتعالى لها القبول، وأسأل الله أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا؟ اليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ في المقدمات النحوية، وفيها مفاتيح إعراب القرآن الكريم. المقدمة الأولى: طرق دراسة علم النحو العربي. المقدمة الثانية: مهارة التفكيك. المقدمة الثالثة: مهارة التصنيف. الطريقة الأولى لدراسة النحو، وهي من الطرق المتبعة في كثير من الكتب قديما وحديثا، أنك تدرس النحو من خلال خريطة البناء والإعراب، فتدرس الحروف أولا، وبعدها تدرس المبنيات من الأفعال والمبنيات من الأسماء، وبعدها تدرس المضارع المعرب وتدرس الأسماء المعربة. وهي طريقة جميلة، ولكنها تعزلك يعني عن بعض المباحث النحوية، فتجد نفسك تدرس الأفعال مع الأسماء في باب المعربات، وتدرس الحروف مع الماضي والأمر والأسماء المبنية في باب آخر. طريقة جميلة وجيدة، لكنني لم أفعلها في كتاب النحو. إذن خريطة البناء والإعراب في النحو العربي وفقا للطريقة الأولى: أنك تدرس حروف المعاني، فكلها مبنية وكلها لا محل لها من الإعراب، ثم تدرس الفعل الماضي وهو مبني وفعل الأمر مبني، ثم الأسماء المبنية، الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وبعض الظروف والأعداد المركبة والاسم المنتهي بوي، وأسماء الأفعال والأسماء المبنية بناء عارضا، المنادى المفرد والنكرة المقصودة واسم لا نافية للجنس المفرد. ثم بعد ذلك تبدأ في دراسة باب المعربات: الفعل المضارع معرب إلا في حالتين يكون فيهما مبنيا، ثم الأسماء كلها معربة إلا بعض الأسماء فهي مبنية. لسائل أن يسأل: ما الفرق أصلا بين البناء والإعراب؟ هذا طبعا يعني أنا فصلته في مبحث مستقل، ما الفرق بين البناء والإعراب، ولكن يعني أنا مش فاهم، أنا يعني الله المستعان يا حمزة، بين يديك يا رب يا ابني. ما الفرق بين البناء والإعراب؟ أو لماذا أصلاً نهتم بدراسة البناء والإعراب في النحو العربي؟ أنا أريد أن أضرب لك مثالاً، ولكنه في المجلد الثاني. إذا قلت لك لا تشرب، لبنا وتأكل سمكا، ولا تشرب لبنا وتأكل سمكا، ولا تشرب لبنا وتأكل سمكا، لاحظ معي: وتأكل وتأكل وتأكل. اللام في الأولى عليها فتحة، واللام في الثانية عليها ضمة، واللام في الثالثة عليها سكون. هل هذا التغير
في تشكيل آخر كلمة تأكل هل غير في المعنى؟ لا تشرب لبنا وتأكل سمكا، لا تشرب لبنا وتأكل سمكا، لا تشرب لبنا وتأكل سمكا. لا تشرب لبنا وتأكل سمكا، الواو هنا للمعية، والمعنى أي لا تشرب لبنا وفي نفس اللحظة تأكل سمكا. إذن النهي هنا عن الجمع بين الأمرين معا، النهي عن الشرب والأكل. لا تشرب لبنا وتأكل سمكا، الواو هنا واو الاستئناف، وتأكل مضارع مرفوع، أي النهي عن شرب اللبن ومتاح أكل السمك. أما لا تشرب لبنا وتأكل سمكا فالواو هنا حرف عطف، وتأكل فعل معطوف على تشرب مجزوم، وعلامة الجزم السكون، وهنا المعنى النهي عن شرب اللبن، وكذلك النهي عن أكل السمك مطلقا، وليس النهي عن اجتماعهما في الفم. ففي المثال الأول النهي عن اجتماع اللبن والسمك في الفم في نفس اللقمة التي آكل بها سمكا أشرب في نفس اللحظة لبنا، هذا منهي عنه في هذه الجملة. أما في هذه الجملة فأصلا لا تشرب لبنا ولا تأكل سمكا مطلقا، وهنا النهي مطلق وليس النهي عن اجتماعهما في الفم. صفحة 113 من المجلد الثاني. أما لا تشرب لبنا وتأكل سمكا فتأكل هنا سبق بالواو الاستئنافية، تأكل فعل مضارع مرفوع، أي أن النهي لا يشمل إلا الشرب، أما الأكل فجائز ومتاح. لذلك نقول بأن الأفعال المعربة أو الأسماء المعربة تغير آخر حرف في الكلمة يغير لنا المعنى. بعكس البناء، يعني سئلت منذ قليل في مجموعة الأسئلة الخاصة بدورة النحو الوظيفي، لأن عندنا كل دورة مسجلة بفضل الله، يوجد مجموعة خاصة بأهل الدورة على الواتساب يسألون كما يشاءون، ونقوم بالرد والإجابة عن كل الأسئلة والاستفسارات التي عندهم. فسائل في دورة النحو الوظيفي اللي هي الدورة الشارحة لكتاب النحو أصلا، وهي دورة مسجلة بالكامل على سبورة إلكترونية بالفيديو، كان يسأل يعني أنت تقول بأن الإعراب تغير أواخر الكلم صح؟ طب ما احنا عندما نقول مثلا كتب الباء علي فتح، طب كتبوا الباء علي ضم صح؟ كتبنا الباء علي سكون، لماذا هذا الفعل مبني على الرغم من أن آخره يتغير؟ هل من إجابة؟ لماذا هذا الفعل مبني على الرغم من تغير تغير آخره؟ كتب الباء علي فتح، كتبوا الباء عليه ضم، كتبنا الباء علي سكون، تغير ولا لم يتغير؟ الماضي دائما مبني، كيف مبني وهو يتغير آخره؟ هذا هو السؤال، كيف مبني وهو يتغير آخره من فتح إلى ضم إلى سكون؟ هو ما تعريف الإعراب؟ هو تغير أواخر الكلم بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه، واضح؟ طيب
الباء هنا كان علي فتح فصار علي ضم، هل بسبب أنها سبقت بناصب أو جازم أو سبقت بعامل أو بسبب الضمير المتصل؟ بسبب الضمير المتصل، فهذا لا يعد من التغيرات. طب هنا كتبنا، هل سبق بناصب؟ سبق بجازم فجزمته يعني، فبني على السكون أو جزم على السكون؟ لا، إنما بني على السكون بسبب اتصال نون النسوة به، فهذا أيضا ليس من التغيرات المطلوبة. لذلك قالوا هو مبني. ليه؟ لأن حركة آخرة وتغيرت بسبب الضمير، ليس بسبب حروف النصب أو حروف الجزم أو حروف النسخ أو حروف الجر. لكن انظر مثلا في المقابل، لن يكتب، يكتب، لم يكتب. الفتحة الموجودة على الباء هل هي فتحة جاءت من السماء أو أنها موجودة بسبب وجود الناصب؟ موجودة بسبب. طب يكتب، هل في ضم؟ الضم هذه لماذا وضعت على الباء؟ هل بسبب ضمير أو بسبب أنها لم تسبق بناصب ولا جازم؟ بسبب أنها لم تسبق بناصب ولا جازم. طيب لماذا الباء هنا ساكنة؟ الباء هنا لماذا ساكنة في لم يكتب؟ لأنها سبقت بجازم، لأنها سبقت بجازم. هل من الممكن أن نضع، ننتبه يا إشراف، تقريبا في ناس دخلة هاكر أو شيء من هذا القبيل، تمام؟ ننتبه واكتبي لي كده أنك منتبهة، علشان بعد كده بيعملوا أشياء مش جيدة، عرفش منين دخلوا أصلا. فنقول كتب، نقول كتب إن سبق بناصب، وقلنا أن كتب، أن كتب، هل الحركة على الباء صار عليها فتح بسبب أن المصدرية الناصبة، أو أنها بوجود أن أو بغيرها فإن الباء عليها فتح؟ بها أو بغيرها، فهمتم كده فلسفة البناء والإعراب؟ ها؟ إذن القضية ليست قضية تغير أواخر الكلم فقط، إنما القضية تغير أواخر الكلم بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها. وضحت الصورة أو لا؟ هل هنالك سؤال أو استفسار يتعلق بالمبني والمعرب؟ ولذلك إذا دخل الناصب أو الجازم على المضارع ولم يغير حركة آخرة فإنه يبنى، مثل مثلا لم يكتبنا ولن يكتبنا، فهذا مضارع مبني. ليه؟ لأنه سبق بناصب بجازم فلم يؤثر في حركته. يكتبنا سبق بناصب ولم يؤثر في حركة آخره. ممتاز. إذن هذه الطريقة الأولى لدراسة النحو، أنك تدرس من منطلق الإعراب والبناء، فتبدأ في دراسة حروف المعاني، وتثني بالأفعال، وبعد ذلك تبدأ في دراسة الأسماء المبنية والأسماء المعربة. وهذه خريطة النحو في صفحة واحدة بهذه الطريقة، أنك تدرس الحرف
كل الحروف مبنية ولا محل لها من الإعراب، ثم تدرس النوع وعلامة البناء، تدرس الفعل مبني ومعرب، الفعل الماضي وفعل الأمر، والمضارع إذا اتصل بنون نسوة أو نون توكيد مباشرة يكون من المبنيات. أما إذا لم يتصل بنون نسوة ونون توكيد مباشرة وكان مضارعا فإنه يكون معربا، مرفوع ومنصوب ومجزوم. والأسماء منها ما هو مبني ومنها ما هو معرب، كل الأسماء معربة إلا بعض الأسماء فهي مبنية. ما يبنى بناء عارضا، يعني أصل درسه أنه من المعربات إلا في هذه المباحث، أو ما يبنى بناء لازما كالضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة إلى آخره. إن درست هذه الخريطة تكون قد جمعت النحو بطريقة البناء والإعراب. طيب، الطريقة الثانية لدراسة النحو. في هذه الطريقة سنقسم النحو إلى جملتين، اسمية وفعلية وأشباه جمل جار ومجرور ومضاف إليه، ومتممات مرفوعة ومنصوبة ومجرورة. الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل أو نائب فاعل ثم مفعول به إذا كان الفعل متعديا. وقد تمت دراسة ما يتعلق بالأفعال في الباب الثاني وما يتعلق بالفاعل ونائبه والمفعول به في الباب الثالث. أما الجملة الاسمية فتنقسم قسمين. القسم الأول جملة اسمية غير منسوخة من مبتدأ وخبر، والقسم الثاني جملة اسمية منسوخة، وندرس فيها الأبواب النواسخ الفعلية والنواسخ الحرفية، وهذا ما شرح بالتفصيل في الباب الرابع. ثم بعد ذلك المتممات. عندك متممات مجرورة، التوابع المجرورة، المجرور بحرف الجر، المجرور بالإضافة، متممات منصوبة، التوابع المنصوبة، المفاعيل الخمسة وأشباه المفاعيل، ومتممات مرفوعة، التوابع المرفوعة. وهذه الطريقة الثانية لا تعتمد على البناء والإعراب، إنما تعتمد على أركان الجملة ومتمماتها، فتبدأ بدراسة حروف المعاني وبعدها دراسة الأفعال وأركان الجملة الفعلية ومتمماتها، ثم دراسة التوابع في الجملة الاسمية المنسوخة وغير المنسوخة، ونختم بدراسة أنواع الجمل التي لها محل من الإعراب والتي لا محل لها من الإعراب. الحقيقة الطريقة الأولى لدراسة النحو لم نعتمد في هذا الكتاب، الطريقة الثانية في دراسة النحو لم نعتمدها بهذه الطريقة في الكتاب، إنما دمجنا بين الطريقتين. هذه خريطة تخص كيفية دراسة النحو وفقا للمنهجية الثانية، منهجية الجمل، جملة اسمية وجملة فعلية. الاسمية مبتدأ وخبر، نواسخ الجملة الاسمية كان وأخواتها، كاد وأخواتها، ظن وأخواتها، إن وأخواتها، الأحرف المشبهة بليس ولن فيها للجنس. ثم الفعلية فعل لازم وفاعل أو متعد وفاعل ومفعول به أو فعل ونائب فاعل. ثم متممات الجملة، متممات مجرورة، المجرور بحرف الجر والمجرور بالإضافة، متممات منصوبة، المفعيل الخمسة وأشباه المفعيل، ثم المشترك بين المتممات المرفوعة والمنصوبة والمجرورة اللي هي التوابع، النعت وعطف النسق والبدل والتوكيد. المقدمة الثانية مهارة التفكيك. هل صوتي جيد بالنسبة لكم؟ يعني تستطيعون إكمال المحاضرة وأنتم تسمعونني جيدا، أو أنكم يعني إيه؟ يعني الصوت ليس بجيد ومرهق وكذا. خلاص يعني جيد إن شاء الله. إن شاء الله. المقدمة الثانية مهارة التفكيك. من المعلوم من النحو بالضرورة
أنك لابد وأن تدرس مهارة التفكيك قبل أن تقدم على الإعراب. قبل أن تقدم على الإعراب، إن المهارة الأولى التي يجب أن يكتسبها من يريد احتراف الإعراب هي مهارة التفكيك، ونقصد بها القدرة على تفكيك الجملة إلى كلمات. ومع سهولة هذه المهارة التي فيما يبدو أننا ندرسها أصلاً في الصف الرابع الابتدائي، إلا أننا نجد الكثير الذين درسوا كتباً نحوية لم يحسنوا فهم هذه المهارة بعد، وهذا يؤثر تأثيراً واضحاً في إعرابه. يحضر لدوراتنا التدريبية المبتدئين والمتوسطين والمتخصصين، ويعني أقول لكم ماذا؟ ومتخصص المتخصصين. وفي كل مسيرتنا النحوية لم يفلح واحد من الثلاثة في تفكيك كل النصوص التي تعطى له. دائما ما يحدث خلل، وهذا الخلل ناتج عن إهمالنا أصلا دراسة هذه المهارة. فعدم إتقانك مهارة التفكيك بشكل صحيح سيؤدي بك ولا محالة إلى الإعراب بطريقة غير صحيحة. غالبية الإعرابات التي تكون ليست بصحيحة مردها إلى أنه فكك تفكيكا خطأ. وفي هذا المبحث سنتدرب على تفكيك بعض الآيات القرآنية، وأنصح أيضا بالسير على هذا المنوال من خلال تفكيك سور أخرى والتدرب على ذلك. على سبيل المثال سورة القدر، بما أننا في رمضان، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من عتقاء هذه الليلة، وأن يجعلنا ندرك ليلة القدر، وأن يبارك لنا في هذا الشهر الكريم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. لو بدأنا بالبسملة، فكم عدد الكلمات التي في البسملة؟ سريعا، هي مكتوبة أمامكم أصلا. اجعلونا نتفق في قضية التفكيك، هل سنفكك الظاهر فقط أو سنفكك الظاهر والمحذوف؟ وإذا كنا نفكك الظاهر أو الظاهر والمحذوف، فالألف واللام سنعتبرها كلمة مستقلة، أو أننا سنعتبر الألف واللام مع الكلمة التي تتصل بها بالكلمة الواحدة؟ فدي أولاً لابد أن نتفق على معايير التفكيك. أول جزئية، الألف واللام كلمة، وألف الرحيم كلمة، وألف اسم الجلال أو في الاسم الجليل كلمة. ولكننا نظراً لصعوبة الأمر وبسبب تكرار الألف واللام في كثير من الكلمات، فإننا سنعتبر الألف واللام مع الكلمة التي تتصل بها كالكلمة الواحدة. ممتاز؟ إذن هذا أول معيار من معايير التفكيك. فلا تقل لي الله مكونة من كلمتين، والرحمن مكونة من كلمتين، والرحيم مكونة من كلمتين. لماذا؟ لأننا وضعنا معايير للتفكيك، فقلنا بأن الألف واللام مع الكلمة المتصلة بها تكون كالكلمة الواحدة.
سهل ولا صعب؟ ممتاز. إذا الله كلمة، الرحمن كلمة، الرحيم كلمة. طيب المعيار الثاني، هل سنستخرج المذكور أو المذكور والمحذوف؟ أنا مع استخراج وتفكيك ما يعرب، أنا مع تفكيك ما يعرب. فإذا كنا سنعرب شيئا محذوفا أو سنقدر شيئا محذوفا فلا بد وأن نفككه. ليه؟ لأن الخطوة الثانية بعد التفكيك أنك تصنف، وبعد أن تصنف تعرب. ممتاز. طيب إذا المذكور عندك الباء كلمة، اسم كلمة، الله كلمة، الرحمن كلمة، الرحيم كلمة، صار عندنا 5 كلمات. لكننا في باسم نقول وشبه الجملة يتعلق بفعل محذوف تقديره أبتدئ، ذكرناه في الإعراب ولا لا؟ ذكرناه في الإعراب، إذا نذكره في التفكير. طب هو أبتدئ، من الذي يبتدئ؟ أبتدئ أنا، أنا ضمير مستتر وجوبا، إذا نحن سنذكر أيضا في التفكيك. إذا قاعدة التفكيك ما يعرب يفكك، سواء كان مذكورا أو محذوفا. طب أنت يعني مثلا أمر المحذوف أو أمر المضمر سيكون صعبا عليك، تجاوز هذا الأمر الآن، فكك الظاهر الآن، ما فيش مشكلة، ثم بعد ذلك ركز أيضا معك فيما يعرب من المحذوفات. إذا نقول أبتدئ أنا باسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأن شبه الجملة هنا لابد وأن يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، فهنا يتعلق بفعل محذوف تقديره أبتدئ. إذا صارت البسملة فيما يعرب منها أقول بأنه إيه؟ 7 كلمات. طيب إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، كم عدد الكلمات في هذه الآية؟ كم عدد الآيات؟ كم عدد الكلمات في هذه الآية؟ إن أصلها إننا، كلمتان، أنزلناه، أنزلناه مكونة من أنزل ونا والهاء، في ليلة، في كلمة، ليلة كلمة، القدر كلمة. إذن كم عدد الكلمات؟ 2 4 6 8. وما أدراك ما ليلة القدر، كم عدد الكلمات الظاهرة والمحذوفة أو المستترة؟ وما أدراك ما ليلة القدر؟ الواو كلمة، ما كلمة، أدرى كلمة، من الذي أدرى؟ هو الضمير المستتر. إذن الواو كلمة وما كلمة وأدرى كلمة وهو كلمة والكاف كلمة، ما كلمة، ليلة كلمة، والقدر كلمة. إذن عندنا 2 4 8 كلمات. ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليلة كلمة والقدر كلمة وخير كلمة ومن كلمة وألف كلمة وشهر كلمة، 2 4 6 6 كلمات.
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل كلمة، الملائكة كلمة، والروح كلمة ولا كلمتان؟ والروح، الواو كلمة والروح كلمة، فيها في كلمة وها كلمة، بإذن الباء كلمة وإذن كلمة، ربهم رب كلمة، والهاء كلمة، والميم كلمة، من كل أمر، من كلمة وكل كلمة أمر كلمة. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام كلمة، هي كلمة، حتى كلمة، مطلع كلمة، الفجر كلمة. إذا صار عندنا بسم الله الرحمن الرحيم إلى قولي حتى مطلع الفجر عندنا 48 كلمة. في قوله تعالى أنلزمكمها، وكيف أن التفكيك له تأثير عظيم جدا في باب الإعراب. سنفككها، الهمزة كلمة، بلى، ونلزم كلمة، والضمير المستتر نلزم نحن كلمة، والكاف كلمة، والميم كلمة، والواو كلمة، وها كلمة. هل من الممكن أن نقول كم على بعضها كلمة واحدة؟ نعم ممكن، ما في مشكلة. الهمزة نقول حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ونلزم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير نحن، وكاف الخطاب ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول بأول، والميم لجمع الذكور حرف مبني على السكون المقدر لالتقاء الساكنين لا محل له من الإعراب، الواو للإشباع حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهل الغيب ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثاني. هل من الممكن أن نعرب إعرابا صحيحا دون تفكيك؟ اكتبوا لي. بناء على التفكيك الصحيح أعربنا إعرابا صحيحا الآن. طب إن كان التفكيك ليس بصحيح فلن نستطيع أن نعرب إعرابا صحيحا. الصفحة الأخيرة التي وعدناكم بها في هذه المحاضرة، وتنتهي المحاضرة إن شاء الله، ونراكم على خير غدا في الموعد نفسه لنكمل 20 صفحة أخرى من كتاب النحو إن شاء الله. البسملة قلنا 7 كلمات، أبتدئ أنا بسم الله الرحمن الرحيم، عم يتساءلون، عن ما يتساءل وواو الجماعة، إذن 4 كلمات، عن النبأ العظيم، كم عدد الكلمات؟ عن كلمة، والنبأ كلمة، والعظيم كلمة، الذي هم فيه مختلفون، الذي كلمة، هم مكونة من كلمتين الهاء والميم، فيه مكونة من كلمتين، ومختلفون على بعضها كلمة واحدة. ستسألني سؤالا، ما الفرق بين الواو في يتساءلون والفرق بين الواو في مختلفون؟ لماذا قلنا يتساءلون مكونة من كلمتين ومختلفون مكونة من كلمة واحدة؟ وأريد الإجابة منك. يتساءلون من الأمثلة الخمسة، الواو واو الجماعة فاعل، لذلك فهي كلمة مستقلة. أما مختلفون فهذا اسم، والواو بديل عن الضمة وليست كلمة مستقلة، لذلك نقول هنا يتساءلون يتساءل فعل، والواو كلمة مستقلة، الواو هنا فاعل. أما في الثانية فمختلفون، الواو هنا تعادل الضمة
أما النون هنا فهي التي تعادل الضمة، وما يعادل العلامة الإعرابية لا يحسب من الكلمات. فالنون هنا ليست بكلمة، لماذا؟ لأنها تساوي الضمة. الواو هنا ليست بكلمة، لماذا؟ لأنها تساوي الضمة. كلا سيعلمون، كلا كلمة، والسين كلمة، ويعلم كلمة، واو الجماعة كلمة لأنها في محل رفع فاعل كلمة مستقلة. الواجب إن أردتم يعني تفكيك سورة النبأ وفقا لهذه الطريقة، أن أنك تمسك بسورة النبأ وتبدأ في استخراج ليه من الآية الخامسة، ثم كلا سيعلمون، وتصنع جدولا تقول ثم كلمة، كلا كلمة، السين كلمة، يعلم كلمة، واو الجماعة كلمة. غدا إن شاء الله تعالى نفكك سورة النبأ كاملة بإذن الله، وبعد ذلك ننتقل إلى المهارة الثانية، إلى مهارة التصنيف، كيف نصنف الكلمة إلى اسم أو فعل أو حرف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يحفظكم يا رب، وكذلك أسأله سبحانه وتعالى أن يشفينا وأن يعافينا وأن يبارك في صوتنا إن شاء الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الكلمات المبنية محصورة في اللغة.